أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلاب الصف الثامن. في هذا المقطع سوف أوضح لكم المادة التي سوف نتناولها بداية الأسبوع المقرر. نتمنى لكم كل الخير خلال الأسبوع. وخلال هذا الأسبوع أحبتي سوف نوضح وسوف نقرأ معا نص القراءة إلى أمي، ثم سوف ننتقل إلى حل ومناقشة أسئلة المعجم والدلالة، ثم كذلك إلى حل ومناقشة أسئلة الفهم والتحليل والتذوق الأدبي. سوف يتعرف الطالب إلى فقرات النص وما هي قيمة وأهمية الأم والصفات التي كانت تتحلى بها أم الكاتب، إذ إنها كانت زعيمة يلجأون إليها ويهتمون برأيها. ثم سوف يتعرف الطالب في الفقرة الثانية إلى كيفية تعامل الأم مع ولدها بعد موت أبيه، وكيف ربته وكانت مسؤولة عنه، وكيف كانت حاذقة وماهرة في التعامل معه. وبعد ذلك سوف ننتقل للفقرة الثالثة التي تتحدث عن شقاوة الطفل وتسامح الأم، وبالإضافة إلى الفقرة التالية التي تتحدث عن إصرار الأم على تعليم ولدها رغم إلحاح الأقارب لترك مدرسته. وننتقل إلى نهاية إلى معاملة الأم لابنها عند مرضه، فقد كانت تلك الأم التي حاولت إدخال السرور إلى قلبه رغم كل المآسي. ثم تشجيع الأم ولدها على العمل والكسب الحلال، وذكر الأم القوية التي سوف تكون مرجع للأهل والأحباب، بالإضافة إلى موت الأم الذي أضعف من عزيمة الكاتب. هذا بالإضافة إلى أننا سوف نتناول بعضا من أسئلة التذوق الأدبي التي تحوي على الصور الفنية والطباق والمرادف من الكلام وغيرها مما يثري ويجمل ويجعل أجمل القراءة اللغوية. وهكذا أحبتي الطلبة، نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.